بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. الآية: إن المتقين في جنات وعيون، وردت في الحجر والذاريات. أما التي في الحجر أدخلوها بسلام آمنين. الحرف الخاء يشابه حرف الحاء، فنضبط الخاء أدخلوها مع حاء الحجر، فأدخلوها بسلام آمنين في الحجر. آخذين فيها حرف الذال، ونربطها مع حرف الذال للذاريات، فنعلم أن آخذين ما آتاهم ربهم في سورة الذاريات. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم أدمن صفحة التبيان في ضبط متشابهات القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.